مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، نجدد لكم التحيه والانطلاق لشوطنا الثاني عشر بمجموع الاشواط والشوط الثاني عشر الخاص باللقاية لبكار المهجنات الاصايل لاصحاب السمو الشيوخ على ارضيه هذا الميدان بهذا الانطلاق والتحدي المسائي الجميل هذه الأمسية التراثية. نتابع معكم مسيرة هذا الشوط وجوائزه، جوائز نقدية ثمينة أيضا رصدت للعشرة الفائزين الأوائل. نتابع هنا الصدارة، نتابع الشاهينية على الصدارة وعلى المركز الأول وملكيتها لي، وهناك التدخل من الظبي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع راشد بن سعيد بالغافرية الشاهينية في المركز الثاني لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان مع المضمر السيد حامد بن علي بن أحمد، وهنا التدخل من الشاهينية من هجن العاصفة محمد بن راشد بن حمد بن غدير، ومن الجانب الآخر هناك أيضا تأتي وتنتقل بدورها في هذه اللحظات الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع فيصل بن طالب بن شريم. هنا تسلل من الظبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وراشد بن سعيد بن غافرية. أيضا يتابع برهومة القادمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع عتيق بن سالم بن عرضي الحميري، وعلى المركز السابع سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن سالم لنيبي القادم أيضا من الجانب الآخر، وتتسلل المركز الثامن. المركز الثامن هنا لسمو الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مع المضمر السيد سالم بن جابر بن فاران المري مع أمجاد. هناك دخول آخر لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم، وهي الشاهينية مع محمد بن مصر بالقوبة الحميري، ودخول آخر من الذهيبة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبيد بن محمد. بالطبيعة من تأتي بدورها في هذا الانطلاق والتحدي الجميل مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تاسع المراكز لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، وفي التضمير سالم بن سيف القسواني المنصوري من تأتينا بهذا الانطلاق التاسع. أما المركز العاشر وعاشر المنطلقات في هذه اللحظات من تتسلل بدورها من الجانب الآخر، هنا الشاهينية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن سالم لنيبي. هذه هي النتائج مشاهدينا الكرام للمراكز الأولى. لنا عودة إلى الصدارة، إلى الشاهينية من تتسلل إلى المقدمة وصدارة هذا الشوط من هجر العاصمة محمد بن راشد بن حمد من غدير على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. من الجانب الآخر الشاهينية الأخرى لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم مع المضمر محمد بن مصر بالقوبع، وهنا أيضا قدوم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم الذهبة مع عبيد بن محمد. بالضبيعة هناك أمجاد لسمو الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مع سالم بن جابر بن فران المري، وعلى المركز الخامس هنا أيضا قدوم وشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعودي مع عالية في التضمير السيد راشد بن عبيد بن بعيران المري. ولكن هنا من تتدخل في هذه اللحظات، هناك أيضا هجن العاصمة مع شواهين تتدخل بدورها والتضمير حمد بن راشد بن حمد بن غدير. هنا نتابع اليذابة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن مكتوم مع عتيق بن سالم بالعرضي الحميري، ووصول منصوغة من هجن الرئاسة بقيادة المضمر السيد سعيد بن حمد بن دريب الفلاح القادمة بكل قوة. المركز السابع وهنا الخوارة أيضا بدورها تنضم لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد مكتوم مع سالم بن ناية بالشاوي الغفلي، وهناك أيضا تسلل آخر ملحوظ للغاية في هذه اللحظات من قبل الظبي سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد النعيمي، من تتدخل على المركز التاسع وعاشر. المراكز لسمو الشيخ راشد بن أحمد بن مكتوم المكتوم ومع المضمر حميد بن بدر
متر العليلي من تحتنا على 10 المراكز. هذه نتائجنا للعشر المراكز الأولى مشاهدينا ومتابعينا الكرام. بعود إلى الصدارة، بعود إلى المقدمة، إلى شواهين من تسيطر على زمام الأمور. سيطرت على صدارة هذا الشوط من هجن العازلة محمد بن راشد بن حمد بن غدير على صدارة، على المقدمة، على المركز الأول في صدارة هذا الشوط وبمعيتها الساهلية. أيضا من هجن العاصفة محمد بن راشد بن حمد بن غدير عالية من تأتي على ثالث المراكز في هذه اللحظات لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، ومع المضمر السيد راشد بن عبيد بن بعيران المري. وعلى المركز الرابع، المركز الرابع صوغة من هجن الرئاسة، مع أيضا هنا الجري سعيد بن حمد بن دريف الفلاحي من تأتي على المركز في هذه اللحظات. هنا الرابع وخامس المراكز، المركز الخامس والدخول، الدخول على خامس المراكز من الشاهنية، ثم الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد. وهناك أيضا القدوم في هذه اللحظات والتسلل من الظبي، ثم الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع فهد بن حصين النعيمي. واشتدت المعركة، اشتدت المعركة في هذه اللحظات. السلام والتحديات، هنا الله ولكن الصدارة. شواهين على المقدمة، على الصدارة، على المركز الأول. شواهين على صدارة هذا الشوط من هجن العاصفة محمد بن راشد بن حمد بن غدير على الصدارة، على المقدمة. ولكن الشاهنية، الشاهنية قادمة، الشاهنية بدأت تتسلل إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول. الشاهنية إذن على صدارة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في هذا الانطلاق والتحدي الجميل لمشاهدينا ومتابعينا الكرام. ها هي إذن المسيرة والتحدي والإثارة مشاهدينا الكرام. أرى عالية في المركز الثاني صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود مع راشد بن عبيد بن بعيران المري. ولكن هنا أيضا التدخل من شواهين ولكن الشاهنية. سلام جميرة، سلام على هذا الفوز الجميل. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، تهانينا لأحمد بن سلطان بن رشيد المركز الثاني من نصيب شواهين من هجن العاصفة، المركز الثالث عالية صاحب السمو الملكي أمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، المركز الرابع من هجن العاصفة، المركز الخامس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، المركز السادس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز السابع لسمو الشيخ القعقاع بن حمد بن فهد الثاني، المركز الثامن من هجن الرئاسة، المركز التاسع لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، والعاشر لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. وهنا التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام، 7:39، 4 أجزاء من الثانية التوقيت الزمني لسجنة الظبي في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، تهانينا أحمد بن سلطان بن رشيد. 7:40، جزء واحد من الثانية التوقيت الزمني لسجنة. أيضا شواهين من هجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. أما المركز الثالث فكان 7:41، 6 أجزاء من الثانية مع عالية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. تهانينا، تهانينا للمضمر سيد راشد بن عبيد بن بعيران. نتواصل أيها الحفل الكريم مشاهدينا ومتابعينا الكرام.